السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا أول موضوع لدينا مشاهدينا الكرام سيكون عن المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مخيم جباليا في فلسطين المحتلة. سنأتيكم الآن بالمقاطع، بعد ذلك نذهب إلى التعليقات. في مجزرة جديدة ارتكبها الطيران الصهيوني، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد ضحايا قصف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة تجاوز 400 مدني ما بين قتيل وجريح حتى هذه اللحظة في حصيلة قابلة للزيادة. بدورها قالت وزارة الداخلية في غزة إن مخيم جباليا تعرض لقصف بست قنابل تزن كل واحدة منها طنا من المتفجرات. يأتي ذلك بينما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع لم يعد فيها سرير واحد لعلاج الجرحى، فيما أكد مدير المستشفى الإندونيسي في غزة أن الكوادر الطبية رصدت إصابات بحروق وتشوهات قد تعني أن قوات الاحتلال استخدمت أسلحة محرمة دوليا في القصف. طبعا ندد مدونون عرب ومسلمون في منصات التواصل الاجتماعي، نددوا الإجرام الصهيوني بسبب سفك دماء المدنيين العزل للتغطية على فشله في اقتحام قطاع غزة وإحراز نصر عسكري. وتفاعل المغردون مع وسم مجزرة جباليا الذي اخترنا منه بعض التغريدات، لكن دعونا الآن قبل أن ننتقل إلى التعليقات التي وردت بشأن هذا الوسم نتابع اللقطات التي تلت القصف الصهيوني على مخيم جباليا لنشاهد. مشهد ما يمكن ان يتخيل اي انسان، مصابين وشهداء ومحروقين ومصحمين بالالاف بالمئات كما نرى، لا يمكن ان يتخيل انسان اي مستشفى في العالم يمكن استيعاب العدد الهائل من الحالات. كما ترون المرضى على الارض مفروشين، المراه ملان كل كرادرات، غرف العمليات، الاستقبالات، ثلاث استقبالات ملأة بالمصابين، ولا يمكن حتى الآن لا توجد أي خطة للتعامل مع المرضى سوى استيعابهم في مكان. إصابات أغلبها إصابات تفجيرية بطبيعة الحال، وأغلبها مبتورة وإصابات في الرأس. نستعرض الآن مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في منصة إكس. رضوان يقول: في مجزرة جباليا سيدة حامل وصلت للمستشفى واستشهدت في المذبحة التي ارتكبها الاحتلال في المخيم. الطواقم الطبية استخرجت الجنين بعملية قيصرية وتبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على حياته في ظل تفاقم الوضع الطبي للمستشفيات والمنظومة الصحية في قطاع غزة. تعليق من مريم تقول: هل من المعقول أن جريمة كهذه تحدث في بلاد المسلمين ولا تحرك فيهم نخوة؟ هل أنتم متأكدون أن ما يجري في عروقكم دماء؟ مئات المواطنين العزل يبيدهم الاحتلال أمام أعينكم في مجزرة جباليا ولا نسمع لكم ركزة؟ آية تقول: منازل دكت فوق رؤوس ساكنيها في وضح النهار، إلى متى سيستمر هذا الصمت؟ إلى هل
إلى أن ينتهي كل سكان غزة أم سكان فلسطين؟ فلاح يقول: أي عالم هذا الذي يدعي التحضر والاحترام حقوق الإنسان ويشتاط غضبا وحزنا على قط أو كلب أو سمكة خارج الماء، ولا يهتز ضميره لقتل الآلاف من الأطفال والنساء بدم بارد وبكل وحشية؟ مشاهدينا الكرام، نستقبل اتصالات حضراتكم لإبداء الرأي بشأن ما يحدث في فلسطين المحتلة والمجازر التي ترتكب على يد الكيان الصهيوني. نسمع رأي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرحمة والمغفرة والخلود لشهداء غزة. صراحة أستاذ محمد، واحد ما أعرف شلون شيء يقول، يعني صراحة اليوم كل مواطن عربي مو بس العراقيين شعورون بالذلة والعار لما هذا الكيان الغاصب المحتل الجبان يستهدف ناس أبرياء، ناس عزل، ويكون هاي المجزرة اللي اليوم مع كل الأسف العالم ينظر للقضية الفلسطينية بعين عورة. يعني خلنا نعكس هاي الحالة، لو كان الفعل هذا ضد الإسرائيلي كان احنا الموقف، لكن كل القوانين طبقت بوسنا. لكنه يا أخي مع كل الأسف احنا يا أستاذ محمد، برغم تعاطفنا وألمنا وجعنا مع أخوتنا قلوبنا وياهم صراحة، يعني قلوبنا تنزف دم مو شوية ولا هينا علينا. يعني شوف أخواننا يندفنون تحت التراب فعل هذا الفاعل القذر. لكنه احنا لومنا على اللي يعني الجماعة المجاهدة اللي دفعت. احنا يا أخي اكو مهما تكون الامور عندنا اكو حكومه فلسطينيه معترف بها. يا اخي ما يصير احنا لما نقول نحترم الشرعيه مهما تكون الامور، صح اكو محتل فلسطين لكنه اكو حكومه شرعيه المفروض تدري التعامل. تدري سيد عبد الرزاق، سيد عبد الرزاق، تدري الفلسطينيين نفسهم ابناء البلد شو يقولون على حكومه محمود عباس؟ يقولون عليها صهيونيه، صهيونيه اكثر من اليهود. يعني حالهم، يعني حالهم حال حكومة المنطقة الخضراء اللي موجودة في بغداد. حضرتك تعترف بهم؟ بس اسمح لي، تعترف بهم؟ استاذ بس خلينا نكمل فكرة مالك، الله يخليك. تفضل. احنا لما نشوف جنوب لبنان وحسن نصر الله قاسم بلد بالصين، نعم، ونشوف زياد دخل الحروب، زياد كذلك اسماعيل هنين دخل بحروب هم هواي دخله مو ويا الإسرائيلي. لكن بالله عليك، بالله عليك حاكي انت بصراحه صار محمد اعلامي ومثقف وذكي، ان كتب اسماعيل هنيه، ان كتب حسن نصر الله، لو كتبت الابرياء الضحيه منو يا اخي؟ يا اخي منو منو اللي هسه تلقى اسماعيل هنيه عايش بقطر، خالد مشعل بتركيا، حسن نصر الله بقوم والبتاع الثمن منه الناس الابرياء؟ يا اخي مهما تكون الامور الانسان عنده عقل ويوازن. انا من دائما احس بحساب النتائج. انت سويت العمليه على عين وعلى راسه هذا فخر، لكنه انت حس بالنتائج، النتائج شنو هاي النتائج؟ اليوم يعني نعم، هي تبقى سيد عبد الرزاق، هي تبقى وجهات نظر من كل الأطراف. مثلا حضرتك يعني عندك وجهة نظر تتعلق بهذا الموضوع، أنه كان المفروض تدرس العملية، عملية طوفان الأقصى، وتدرس نتائجها والردود اللي قد تأتي من وراها في حال إقدامهم عليها، وهذا اللي نشوفه هو النتيجة. أنت هاي وجهة نظرك، لكن أكو رأي آخر يقول بأنه كيف تسترد الحقوق المسلوبة بالقوة بالطريقة الدبلوماسية؟ لا يوجد اعتراف اصلا يعني سلطه محمود عباس هاي شكليه، تمام، ليس لها تاثير، ليس لها قوه، لا تستند على شيء. حتى القاعده الشعبيه هي ليست معها حقيقه، يعني القاعده الشعبيه الفلسطينيه ترغب بتحرر تحرير بلدها من المحتل. طيب على شنو الطريقه الدبلوماسيه؟ عالم تدير امريكا والمجتمع الدولي خاضع، وتدير الصهيونيه العالميه، وكلهم يسيرون في طريق دعم
الكيان الصهيوني الموجود. والدول العربية يعني خاضعة ضعيفة، الحكام يعني سميهم ما شئت. لا أستاذ محمد، الدول العربية مو خاضعة. الحقوق لا تسترد إلا بالقوة، هذا مبدأ يراه الفلسطينيون أنه المبدأ الصحيح والوحيد في سبيل استرداد الحقوق. هكذا هي الأمور تسير بالنسبة لهم. أنا أشكرك لأنه أخذنا وقت، شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق، وأعتذر منك طبعا الوقت يعني يداهمنا. نسمع رأي سيد أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. لجمهور الراقدين أستاذ محمد، إحنا يعني أنا كأوجه من كلمة للعراقيين، إحنا لا نكون فلسطينيين أكثر من فلسطين نفسهم. أهل مكة أدرى بشعابها، لكن المقاومة موجودة، وللأسف أنه الفلسطينيين جايين يبادون يعني أمام العالم ومرأة ومسمع العالم، وبتأييد للأسف من العالم اللي يدعي الديمقراطية ويدعي أنه هناك حقوق إنسان. ذريعة اتخذها الكيان الصهيوني، أيدت أمريكا، والرئيس الأمريكي نفسه هو طلع بالتلفزيون ويكذب على الناس، وهذا الكذب يعني مو جديد عليهم، كذبوا ب 1990 عندما ضربوا العراق، و 2003 عندما يعني الاحتلال الأمريكي اجى للعراق، والآن نفس الشيء. لكن قلت حضرتك انه الحكام العرب، يعني حكام العرب هناك سياسة استاذ محمد، هناك سياسة داخلية، سياسة خارجية، لكن الحكام العرب ما قالوا احنا راح نقتل، وإذا تدخلوا الأمريكان إحنا راح ما يقدرون، ما يقدرون هاي يعني، حتى لو تدخل الأمريكان ما يسووها. أو أنا أقول لك يعني بس جاي الفكرة هذه، لأن أساسا أمريكا هي أقوى دولة في العالم، أمريكا دولة راعية الإرهاب، فلذلك هم ما تكلموا، يعني حفظوا ماء الوجه وسكتوا، بس يشجب ويستنكر. طيب أريد منك تعليق سريع، تعليق سريع. أنا أريد منك تعليق على رأي السيد عبد الرزاق من بابل، اللي يشوف، وطبعا صراحة خلينا نكون واقعيين، أكو رأي أيضا مساند للسيد عبد الرزاق من بابل الذي يرى بأنه المقاومة حق مشروع، لكن يجب أن يكون هناك دراسة للنتائج المترتبة على أي عملية عسكرية تجريها أو تقوم بها المقاومة الفلسطينية. هو يقول بأنه احنا وياهم واحنا مساندين ومؤيدين للفلسطينيين بكل ما يقومون به، لكن النتيجة كانت عكسية والنتائج وخيمة على المدنيين، واليوم بدنا نشوف مجازر تلو مجازر، عالم ينظر للقضية الفلسطينية مثل ما قال بقضية بعين عورة، ينظر ويكيل بمكيالين. هل تتفق مع هذا الطرح اللي يقول لك انه المقاومة الفلسطينية تسرعت فيما قامت به؟ هو مو تسرعت استاذ محمد، لكن انت عدوك تعرفه شنو راح يسوي. يعني اليوم عندما يعني موجود حوالي تقريبا 10,000 شهيد تشهد اليوم، هذا لحد الان الانقاض ما عرفوا عددهم ايش كثر. 10,000 شهيد لحد الان، احنا نعرف ان عدونا اساسا يريد له حجه حتى يقتل الشعب، يريد يقتل. يعني غزه دفعت يمكن حوالي تقريبا 250,000 شهيد من حاصره لحد اليوم. لكن احنا نقول اللي يهدد الكيان الصهيوني اليوم شو ينتظر؟ حسن نصر الله شو ينتظر؟ خامنئي شو ينتظر؟ الحرس الثوري شو ينتظر؟ فيلق القدس الى متى ساكت؟ الفصائل اللي يقول يريد امريكا تتدخل، ايش وقت تساعدون؟ يعني انا بصراحه يعني خذ رايي هذا استاذ محمد، هذه صفقه بيع حماس وصفقه بيع القضيه الفلسطينيه متفق بينها امريكا وبين اسرائيل وبين ايران. هذه صفقه بيع حماس، وأنا أشوف أنه أمريكا خلاص وإيران قرروا أنه حماس إكسباير، انتهت موضوع، راح تطلع من غزة، حتى لو يتم الحصار غزة لمدة سنة كاملة حصار، لكن تقضى على حماس وتنتهي المقاومة الفلسطينية. هذا أنا وجهة نظري. شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسط، وجهة نظر تحترم، ومثل ما قلنا القضية فيها أبعاد كثيرة ووجهات نظر مختلفة من الجميع، ممن يؤيد وممن يعارض ما يحدث في فلسطين، لكن بالنهاية يعني نتمنى السلامة والرحمة للسلامة للمصابين والرحمة لكل شهداء فلسطين الذين ارتقوا على يد هذا الكيان الغاصب. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع ونذهب إلى العراق، إلى ملف المعتقلين.
حيث جددت عائلات المعتقلين تظاهراتها وسط بغداد للمطالبة بالإسراع في إقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح أبنائهم وسط انتشار أمني كثيف. وردد المشاركون في التظاهرات هتافات تطالب بإقرار قانون العفو العام وعدم تسويف هذه القضية في ظل الحقائق المرعبة التي تتسرب عن الوضع المأساوي في السجون الحكومية والانتهاكات المميتة التي يتعرض لها المعتقلون من قبل ضباط التحقيق، وهو ما يفسر الزيادة المضطردة في أعداد الوفيات بين صفوفهم. دعونا نشاهد جانبا من تظاهرة ذوي المعتقلين في بغداد. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. خلال السنوات الماضية زج بمئات الآلاف من العراقيين داخل السجون بناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب ومحاكمات غير أصولية أو بسبب التهم الكيدية من قبل ما يعرف بالمخبر السري بناء على شبهات غير مؤكدة، وكثيرون منهم نالوا أحكاما قضائية ما بين السجن وصولا للإعدام عقب إدانتهم بجرائم لم يقترفوها. وتمارس قوى وميليشيات الإطار التنسيقي ضغوطا كبيرة لعرقلة تمرير تشريع قانون العفو العام بصيغته الحالية بعد أن وصل إلى اللجنة القانونية البرلمانية ونال موافقة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي على طرحه للقراءة الأولى في أقرب جلسة برلمانية في محاولة لإجراء تعديلات جذرية تفرغه من محتواه وتجعل من نصوصه عاجزة عن إنصاف عشرات الآلاف من المعتقلين ممن زجوا في السجون ظلما وبتهم كيدية. في هذا السياق طالب ناشطون مشاركون في تظاهرة ذوي المعتقلين في بغداد بإجابات عن مصير قانون العفو العام الذي لا يزال يراوح مكانه دون تمرير بسبب عرقلة قوى الإطار التنسيقي. لنشاهد. نطالب بفك هذه ورفع هذه المظلومية والحيف من على عوائل السجناء وإعطائهم حقهم بالعفو العام، العفو اللي قاعدين يساومون عليه سياسيا، يتقايضون بقضايا. هذه اغلبها اذا تطب عليها تلقيها لو مره كبيره، لو رجال كبير، لو طفل، لو ميتم. هذا اللي يجي يحكي لك يقول لك والله ابني عمره كذا حكومه فلان قاضي، ترجع للقاضي مساعدها لمحكمه التمييز، محكمه التمييز بدون نظر بالدعوه، والله القاضي الفلاني عرف مشوا الحكم عليه وشنو 15 سنه بجرب قلم. يعني موجود هسه عندنا عوائل انطوني كتب بانه عنده تنازل عشائريه ومشمول بالعفو الخاص، انتم ليش ما قاعد تطلعونه؟ هذا ما في عمي، هذا ما عليه لا اعتراف ولا قضي ولا علم. هذا ما عليه ولا عليه اعتراف، يعني للاسف حتى مشتكي ما عليه. اليوم 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 الشاب العراقي، الشاب العراقي يدخل بمشاجره يطلع ب 80 سنه. طبعا مع الاسف انا اقول ولو مو كل الضباط، لا ما نشمل كل الضباط، لا جزء من الضباط اللي هم قاعد يأذون الشاب العراقي وينتزعون من عنده الاعتراف بكل وسيله، بكل وسيله كانت. نستعرض مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذين المقطعين. بدر يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، معتقلون منذ سنوات اولادهم كبروا وابائهم عجزوا وشابوا وهم في غياهب السجون يعانون القهر والضيم. أبو عبودي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن يكتب الفرج لكل المعتقلين والمظلومين. منى تقول: الله يفرج عن جميع المعتقلين الأبرياء عاجلا غير آجل. ولدينا تعليق من خالد يقول: نطالب بقانون العفو العام عن كل مظلوم. نستمع مشاهدينا الكرام لرأي السيد أبو عباس من بغداد. تفضل يا أبو عباس، حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي تعليق بسيط بس على مود ابو علي من واصف. اي اي لما شبي ابو علي؟ ابو علي نقول اين اين السيد علي خامنئي، اين الـ اين الـ الـ العفو الجهات اي المختصه بهذا نعم. شان فلسطين اي اي نعم يعني قالهم وين كانوا ليش ما كانوا يحجون على على داعش من دخل للعراق في السعوديه اي ليش ما تدخلوا هسه داعش عميين. داعش قضيه داعش صار لها كم سنه خلصانه يا عباس ابو عباس؟ لا ليش كم سنه مخلصانه؟ بس اسمعني هسه نجي للنقطه هاي بس جاوبني صار له كم أي. سنه من اعلن العبادي النصر على داعش؟ النصر لا انا صحيح صحيح كلامك صحيح انتصرنا على داعش بس جاوبني حتى نكمل بالموضوع بس جاوبني سريعا حتى نرجع لفلسطين بس اسمح لي اسمح لي بال 2016 اعلن العبادي النصر على داعش تمام؟ صحيح تمام محمد الشيعة السوداني مؤخرا بس لحظه يا ابن الحلال بس اسمح لي بس اسمح لي خلي اكمل لك حتى نكمل على فلسطين لان موضوعنا مو داعش اليوم ومحمد الشيعة السوداني محمد الشيعة السوداني ايش قال؟ قال تم القضاء تماما على اي وجود لداعش في العراق، حلو الكلام؟ حلو الكلام طيب هسه نرجع لفلسطين. داعش قضيه انتهت وما محتاج تعليق ولا ما تعليق ما محتاج لانه النقطه اللي هنا النقطه المطروحه اللي طرحها السيد ابو علي من واسط شو يقول؟ يقول وين خامنئي وميليشياته الحشد الحوثيين أينا. العصائب العفو حزب الله ميليشيات سوريا ذولا اللي عندهم ذولا اللي عندهم سلاح ليش ما يروحون على فلسطين يساعدون المقاومه يساعدون الفلسطينيين ايش منتظرين احسن احسن كملت النقطه مالتك اي تفضل انا هسه اكمل النقاط اللي عندي تفضل بين اهل الفتاوى اللي كانوا في السعوديه يقوم جهاد ضد الشيعة وين هسه هم ليش ما يقوم جهاد ضد اسرائيل من كانوا يقولون تتغدى عند النبي تتغدى تتعشى هناك ليش ما اخو هسه يعني عندي بس سؤال عندي سؤال لحضرتك عندي سؤال لجنابك يعني انت بدل ما تجاوب بدل ما تجاوب على سؤال السيد ابو علي من واسط جاي تدخل لي بقضيه تتعلق بالسعوديه يعني الرجال سال سؤال واضح سؤال واضح سؤال واضح وصريح دي يقول لك احنا العروبه المفروض الفرس ما يدخلون العجم ما يدخلون اي تمام العدوم ليش هسه ما ينتقلون الفرس والعجم الفرس والعجم وإيران وجماعتها أي نعم. اللي يحجون عربي عندنا بالعراق ذولا ليش يقولون قادمون يا أقصى ليش يقولون قادمون يا أقصى ليش يرفعون شعار شعار تحرير فلسطين ليش يردون يناصرون فلسطين الديون يعني هم أهل العروبة السعودية عندك هاي اللي تدعي بالعروبة تمام هسه أنا بس أريد أوصل وياك النقطة أريد أوصل وياك النقطة أبو سيد أبو عباس انه حتى اجيب لك اياها من الاخير كل كل الدول العربيه متخاذله ضعيفه مو قدها ولا راح تسوي شيء الحكومات كلها بلا استثناء تمام خلصنا من هالجزئيه تعالي بس لحظه بما فيهم العراق طبعا ذولا جماعه الاطار تعالي هنا للجزئيه اللي تتعلق بالميليشيات اللي تحمل سلاح خارج اطار الدوله يعني لا حكومه تمشيها ولا قرار دولي مسيطر عليها ليش ما يروحون يقاتلون؟ شنو اللي يمنعهم؟ لأن يقاتلون هي الحدود مفتوحة عندهم وسوريا مفتوحة نعم 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 الحدود مفتوحة الحدود مفتوحة لا ليش الحدود؟ ليش غالقين الحدود عليهم؟ ومن كانوا يدخلون عندنا المفخخات والإرهابيين اسمعني بس اسمعني الحدود مفتوحة اسمعني عندهم. اسمعني سوريا مفتوحة وبشار الأسد يقول لك كلا إسرائيل وسوريا مفتوحة وجماعة إيران موجودة وحليفتكم روسيا موجودة مأمنت لكم الطريق يعني ليش الجولان ليش ما تروحون حسن نصر الله بينه وبين حسن نصر الله بينه وبين إسرائيل كيلومترات نقطة نظام رجاء لأن ليش إيران مساعدة العراق على داعش قالوا ما يصير التدخل بيها إيران ما يصير تتدخل أو تدخل للعراق وتساعد وتحمي العراق شوف صار لك أربع دقائق صار لك خمس دقائق ما قلت جملة مفيدة ولا جاوبتنا على سؤال نسألنا ده نقول لك سوريا مفتوحة سوريا مفتوحة أي نعم ليش ما يروحون جاوبنا على الجمل مالتي
هسه بس يعني انا قاعد اقول لك يا ابي تسوي كذا. طيب يعني انتم ما تقتنعون ما اعرف يعني لا. يعني ليش انتم قاعدين هسه اوكي اوكي هسه سؤالي بس سؤالي الاخير سؤالي الاخير الحشد نعم. الحشد بالعراق عوفنا من ايران ومو يقولون احنا عراقيين عرب تمام اي عراقيين عرب حلو. الحشد المفتخر بهم يلا بس المقدم. اوكي بس على كيفك السلاح مالتهم شنو وظيفته شنو دوره وظيفته حماية الوطن حماية البلد يلا شكرا جزيلا ابو عباس من بغداد ليش ما فتوا العلماء السنة ما اكو اكثر من عالم سني و وعلامة خرجوا بفتوى للقتال والجهاد في سبيل الله نصرة للفلسطينيين تمام في حين أن أصحاب الفتاوى اللي عندنا بالعراق ساكتين تمام إيران المفروض أسست فيلق القدس اسمه فيلق القدس الحدث ما قاتل ولا ضرب طلقة واحدة في الأراضي المحتلة سوريا مفتوحة للميليشيات الموجودة لكن ما يقدرون وين يروحون على الأردن المقفولة طيب مو سوريا مفتوحة وأكو حدود وأكو طريق وتقدرون تروحون والجولان كيلومترات ما يروحون حزب الله بلبنان بينه وبين الكيان كيلومترات أيضا ما أطلق غير شغلات بس يعني تجميلية الصورة ومحاولة يعني إبعاد نفسه من الحرج والضغوطات الشعبية اللي تصير على هاي الميليشيات أسألك سؤال ترجع لي على داعش دا نقول لك ليش ما يروحون يقاتلون الرجال أبو علي من واسط يقول ليش ما يروحون يقاتلون أنت تقول لي السعودية نكمل مشاهدينا الكرام نكمل ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة نصل إلى تلفيق التهم والروايات الحكومية الزائفة في 19 من تشرين الأول 2023 نشرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه أن قوة أمنية اشتبكت مع تاجر المخدرات الملقب مصطفى حناية في شارع المعارض في منطقة 7 بكار بالعاصمة بغداد تمكنت القوة الأمنية من قتل مصطفى حناية وذلك أثناء نصب كمين محكم لغرض القبض عليه ولفتت وزارة الداخلية إلى أن القوة الأمنية نقلت جثة مصطفى إلى مدينة الطب تبين بعد تقصي ناشطين عن الحقيقة أن مصطفى حناية في الحقيقة هو شخص آخر دعونا نستمع فاجعة بغداد بتاريخ 19/10 هذا الشاب اللي اسمه عمر عدنان النعيمي يشتغل بالحوالات بشارع الكفاح بيته ب7 بكار ساعة ب12 بالليل بتاريخ 19/10 دا يرجع لبيته والأطفاله تم قتله بأبشع طريقة المشكلة القتله هو حاميها حراميها انعلس من ناس مجرمين بمساعدة نقيب أحمد صبار مدير شعبة مخدرات القناة الرصافة وهذا لأن العلاس يدري بيشايل وياه 80 مليون بالدراجة مالته المشكلة مو قتلوه مرة واحدة قتلوه مرتين أول مرة غدروه ثاني مرة ارتكبوا عليه لما انحسوا بمكان الجريمة صار تصوير وشهود عيان ادعوا انه الشهيد عمر تاجر مخدرات المصيبة أبوه لما راد يستلمه من الطب العدلي منطوه هي قالوا له هذا مو ابنك لأن مسلميه باسم تاجر مخدرات مو باسمه الحقيقي عمر عدنان يا رئيس الوزراء إذا كان رب البيت بتدفينا قروفة كيف بشيمة أهل الدار إذا الحكومة هي تعلسك وتقتلك وترتكب عليك بغير دعوة وبغير اسم شلون تقولون العراق صاير أمان طيب نبقى مع نفس الموضوع عقب أيام من إعلان وزارة الداخلية في حكومة الإطار التنسيقي عن قتل مصطفى حناية أكد ذوي الضحية التي ادعت وزارة الداخلية قتله بحجة أنه تاجر للمخدرات ذوي الضحية أكدوا أن المغدور هو عمر عدنان شاكر النعيمي وليس مصطفى حناية يعمل في مجال صيرفة العملات الأجنبية وليس تاجرا للمخدرات كما تقول وزارة الداخلية ويؤكد ذوي المغدور أنهم ذهبوا إلى الطب العدلي ووجدوا ابنهم مقتولا هناك وعند السؤال قالوا إن شعبة المخدرات هي من أتت به عند سؤال الطب العدلي قالوا إن شعبة المخدرات هي من أتت به عند 3:00 صباحا من يوم الخميس 19/10 علما أنه تم قتله عند 11:30 ليلا أما جيران الضحية فقد شهدوا له بحسن السيرة والسلوك وسط صدمة انتابتهم من هذا التصرف الحكومي وقتل المغدور بدم بارد وتلفيق تهم لا تستند لأي دليل ضده وتزوير هويته وتشويه سمعته لتبرير هذه الجريمة التي تفوح منها
رائحة الطائفية. لنستمع. العالم ترى أنا من عمر السنة أنا أعرفه أي أذية منا بشايفين. المرحوم صديقي أكثر من 30 سنة، يعني صديق الطفولة، يعني رجال يشتغل بصرفة حوالات يروح يجيب دربة، يعني شو أقول لك إياها، أسأل عليه هاي الناس أبو قلب الطيب، يساعد الناس الفقراء. ولما صارت هذه الحادثة رحنا بالطب العدلي لقينا يا قلنا شنو هالقضية، قالوا هذا انقتل تهمه عند صاحب تاجر مخدرات، من تاجر مخدرات يابا شو اسمه هذا الشخص، قالوا اسمه مصطفى حنانة، حنة ماذا حنانة هم ما عرفوا، ولد بيته سبع أبكار. لما قلنا يا ابو اسمه عمر عدنان، قالوا لا هذا مصطفى جايبي الدولة باسم مصطفى، جايبه نقيب مسلمة. لما رحنا على التحقيقات مالته طبينا يا ابو هذا مصطفى، قلنا والله قلنا مو مصطفى، هذا اسمه عمر عدنان شاكر النعيمي وليس عليه اي لقب. لما تنظر الموضوع قالوا لا مصطفى، ظل مصري على مصطفى، ظل مصري على مصطفى. فاحنا الناشد وزير الداخلية عبد الامير الشمري بإعادة تحقيق بنظر على هاي العائلة، زوجته مريضة فردنا وصاحب ثلاث بنات، صاحب طفل صغير وكلهن نثاية برقبته، نريد إعادة تحقيق يعني بالذات انتبه على هاي القضية. يلا هيدا ابوي هيدا حق ابوي كن وزير داخلية انا كن وزير حق ابوي. نستعرض الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. براء تقول أو يقول: الله يرحمك عمر عدنان النعيمي، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يساعد زوجتك وأطفالك الخمسة. إخلاص تقول: الله أكبر على الظالم، على مود 80 مليون يقتلون بشر. وسلمان يقول: قمنا نخاف من المجرم لإنسان دفت ضابط مثله. وتعليق من هشام يقول: وزارة الداخلية عبارة عن عصابات تسليب وبعلم وزير الداخلية. مشاهدينا معنا هيثم من بابل، تفضل يا هيثم حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخلينا ذكر هاي الإذاعة وتستر عليكم وعلى أمة محمد الثالثة. الله يبارك فيك حياك الله. الله يسلمك. انا بسال سؤال، يعني دافعين ورحنا على فلسطين، يعني هي التفجيرات والمفخخات والذبح هو من طبق غير فلسطين وغير فلسطين وهاي الشعوب، وخلونا الفتنه بيناتنا، شنو سنه وشيعه، يعني شنو دعوه ايش دافعين واحدنا عن فلسطين؟ منو قال لك انه فلسطين اللي طببت لك المتفجرات يا هيثم؟ نعم. منو اللي قال لك انه الفلسطينيين دخلوا المتفجرات للعراق؟ شلون ما طبوا التلزمه فلسطيني لو افغاني لو يعني منو العراقيين طببوا العراقيين اغلقوا فتنه. طيب راح اجي وياك على نقطه انت ذكرتها هسه. خلينا نعتبر ان هم لزمه واحد شايل هويه انه هو فلسطيني. انت اللي عندك بالعراق اللي موجودين الشعب ال 40 مليون كلهم ملائكه لو بيهم الصالح وبيهم الفاسد؟ لا طبعا بيهم تمام. يعني ما تقدر اولا ما تقدر تقول على شعب فلسطين كاملا ان هم ارهابيين ويطببون متفجرات وهم السبب بالطائفيه والمشاكل، صح؟ انا اقصدك جميع بس اسمعني صحيح هذا الكلام؟ انت سوي نفسك، خلينا نصلح نفسنا. يعني قال شو حكي شعب بياناتنا احنا صارت هسه، خلينا نصلح نفسنا وعوف الشعب هسه. بس بدي اسالك سؤال لان انا اريد اوصل وياك الى نقطه حتى نقول منو السبب والعله باللي دا يصير بالعراق صار ل 20 سنه. الفلسطينيين لو الحكومه اللي جتك تحمي، المفروض تحمي الحدود من الارهابيين ومن المتطرفين ومن الميليشيات ومن تجار المخدرات، انت ليش تروح على النتيجه وما تروح على السبب؟ منو السبب بالحدود المفتوحه والارهابيين اللي طبوا؟ اقول لك يعني هسه انت يعني مطيني مرجعيه طلعت قالت يابا يا معودين هلالتكم هالشعب، الشعب ترى تعب. مطيني يوم من الحكومه طلع قال يابا العاطلين عن العمل، تدري انا هسه مواليد 87 وصار لي اربع سنين اسجل على الرعايه ما اطلع وكل شيء ما ادري. الله وكيلك والعباس كبير. شوف سيد هيثم حتى نكون واضحين بنقطة، احنا لما نتكلم عن قضية فلسطين واللي دي يصير بفلسطين هي قضية إنسانية وقضية عرب وقضية مسلمين قبل كل شيء.
اذا كان بيهم اذا كان بيهم كم واحد شذ عن الطريق، هذا مو معناه انه انت تحكم بلد كامل وشعب كامل على هذا الشخص اللي شذ عن الطريق. وللاسف هاي السياسه وهاي النظره استخدمتها الحكومه والاحزاب في سبيل محاربه شعب كامل بالمحافظات الغربيه، ناس بالملايين اتهموا اهل عائله كامله ان انتم ارهابيين بسبب واحد من ابنائهم شذ عن الطريق، حاكموهم وحكموا عليهم بان هم يطلعون من مدينتهم ويتهجرون ويتبهذلون. فارجو انه لا تكون نظرتك عامه وتحكم حكم جائر على ناس دا ينقصفون اليوم دا تصير بحقهم ترتكب مجازر. لا احنا ما مستحلين ان نروح نحارب، مستحلتنا انا مستحلتنا العراق ومستحلتنا البطل مستحلتنا احنا صايرين مستحلين. صحيح يعني احنا مدى نجي قلنا خدمه ايران يجي مقدر وانت ما حد يجتمع هذا اطلع ما حد يشتريني ولا حد يقول لي انت عراقي وايران يجي مقدر معزز مكرم هنا احنا المستحلين تاريخ ما لا احنا مدى نستثني القضيه العراقيه من اللي دي يصير. احنا دا نقول بانه قضيه فلسطين هاي قضيه هاي مشكلتها، لكن اذا نجي نتكلم عن العراق فالعراق ببلاوي سببها هاي الحكومات وسببها ايران وسببها امريكا. صح، انت ليش ما تحرر نفسك؟ ليش ما تحرر نفسك؟ نعم. يلا نروح لفلسطين. نعم. يعني احنا مستحلين اكثر من فلسطين. صحيح. انا اشكرك سيد هيثم، كلامك سليم. هذا هاي النقطة انطرحت من كثير من العراقيين، ذولا اللي يدعون المقاومة ويدعون تحرير الشعوب المظلومة، ليش ما تبدأون بنفسكم وتحررون العراق من العبودية إلى إيران؟ وتحررون العراق من القواعد الأمريكية، أنتم مو مقاومة؟ ليش ما نهضتوا بالواقع التعليمي والصحة والخدمات وغيرها؟ ليش بعدكم تقودون العراق إلى سنوات مظلمة، إلى عقود من الجهل والتخلف؟ كلامك سليم، بس هذا لا يعني انه احنا بما انه عندنا مشاكل ننسى المشكلة الرئيسية وننسى القضية العربية وننسى اللي دا يصير باخواننا او نغمض عيننا عن اللي دا يصير وياهم. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام، ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة. القطاع الصحي، لعلكم تذكرون دور عربات التوك توك ابان ثورة تشرين في نقل جرحى التظاهرات والشهداء للمستشفيات في ظل منع الحكومة وميليشياتها آنذاك سيارات الإسعاف من التوجه لإنقاذ الجرحى، حيث كانت هذه المشاهد بمثابة دليل على تحكم الساسة في وزارة الصحة وتكبيل عملها. وبعد 4 سنوات من ثورة تشرين لا يختلف الحال اليوم كثيرا، إذ ما زال المواطن لا يجد عربات الإسعاف عند حاجته إليها، بالرغم من تعهد رئيس الحكومة الحالية بأن حكومته حكومة خدمة. ولعلكم تذكرون كيف علق على الخدمة الصحية في بدء توليه منصب رئاسة الوزراء حينما قال جملته الشهيرة: الله لا يوفقني على هذه الخدمة. إلا أنه لم يتغير شيء في واقع الصحة منذ عام على تشكيل الحكومة. دعونا نشاهد كيف تم نقل أحد المرضى في محافظة ديالى، ذوي المرضى كيف نقلوا مريضهم سيارة بيك أب، وذلك لعدم وجود سيارة إسعاف. لنشاهد. قل لي لواء عمار المحترم، هاي المستشعرات الذكية جبتوها نصبتوها تقول تلقط المخالفات اللي خابر اللي تجاوز على منطقة العبور، تلقط هيك حالات مريض بالسدية بالبيك أب ينقلوا لأن ماكو سيارات إسعاف، تلقط هاي بعقبة بديالة لو بس ببغداد تلقط هاي. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، من ديالة إلى كربلاء التي لا يختلف الحال فيها، حيث أظهر مقطع مصور عملية نقل مريض في سيارة كيا لنقل الركاب في مشهد بات مألوفا في عموم المحافظات جراء الواقع الصحي المنهار الذي يشهده العراق منذ عقدين بعد الاحتلال. لنشاهد. هذا حال المرضى بكربلاء، ينقلوهم بالكيا 2023 احنا 30/10 اليوم 30/10 كربلاء سريح حي رمضان. هذا حال المرضى بكربلاء، ينقلوهم بالكية 2023 احنا 30/10 اليوم 30/10 كربلاء سريح حي رمضان. مشاهدينا الكرام، دعونا نستعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. أبو مهند يقول:
والله عيب وخزي في أي عصر، وينقل المريض في سيارة حمل. الكل يعرف على من يقع اللوم، لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل فاسد في السلطة والمسؤولين بالحكومة. محمود يقول: قبل أسبوع أو أكثر نقلنا مريض بالبيكم من مستشفى الجمهوري الموصل إلى مستشفى نينوى الأهلي. عبد الله يقول: أقذر وأتعس وأفسد وزارة بالعراق هي الصحة. وتعليق من علاء يقول: ومن يطلعون المسؤولين بالتلفزيون يشرحون الوضع الخدمي، يصورون الوضع كأنما المواطن عايش بالنرويج. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع ونصل إلى الموضوع الأخير في حلقتنا لهذا اليوم، ألا وهو ملف التعليم. كشف مصدر مطلع عن خروقات كبيرة بملف تسوية الكوادر التعليمية في وزارة التربية وتحصيل الرشاوى لنقل المدرسين من مدارسهم مقابل $4,000. وقال المصدر إن هناك مساومات وبابا آخر للفساد في الوزارة بعد تطبيق تسوية الملاكات التدريسية. هذه التسوية هي عملية نقل المدرس أو المعلم من الريف إلى مركز المدينة وبالعكس، فضلا عن عملية النقل تبعا للقرب من محل السكن. وتسجل البلاد نقصا في الملاكات التربوية بالرغم من التعيينات التي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي للمحاضرين المجانيين بآلاف الدرجات الوظيفية ومختلف التخصصات هذا العام، طبعا لا سيما في المناطق الريفية والنائية. ففي ديالى وتحديدا في قرى تبة ناشد عدد من الطلبة الجهات المختصة لسد نقص الملاكات التدريسية في إعدادية صدى التأميم للبنين التي يشكو طلابها من عدم وجود اختصاصات علمية فيها. لنشاهد. بس ركزوا لي على اللافتة، شوفوا تاريخ إنشاء المدرسة. طبعا المناشدة وصلتني عن طريق أولياء أمور الطلبة، بس شوفوا لي القطعة والمدرسة، شوف تاريخ إنشاء عام 1966، شوف أقدم مدرسة بقرى تبة. طبعا المناشدة وصلتني في قرى تبة عن طريق أولياء أمور الطلبة، يشكون من عدم وجود كادر، نقص عندهم بالكادر، هم طلاب رابع إعدادي. طبعا احنا هسه جاي نصور قدام المدرسة وناخذ مطلبهم مناشدتهم. شنو عندكم نقص بالمدرس؟ مدرسين شنو؟ مدرس أحياء ما عندنا، اي رياضيات ما عندنا، اي عربي ما عندنا، اي فيزياء ما عندنا. فيزياء هذول كله مدرسين، نحن نقص كوادر عندنا. امتحانات بدت يوم الاحد، امتحانات شهريه يوم الاحد. ولا درس فيزياء ما اخذين، ولا درس ولا درس فيزياء. نحن ضايع سبب هذا، راح باقي احد يجي. قال عندك نقص بالكوادر، عندنا نقص فيزياء احياء، يعني ما عندنا اختصاص مال المواد، ماكو يعني مستقبلنا ضايع. يعني المدرس مالتنا يقول لا تجون، مدرس ناقص عندنا احنا، درسين ناخذ باليوم، يعني يقول لنا يوم الاحد زين التدريس ما يوم الاحد، يعني عندنا احنا بس صدى تأميم هذا الواحد من ناحيه ترتفع. عندنا سنه كامله. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. تؤكد مصادر تربوية وجود نقص بأعداد المدرسين والمعلمين في ظل حاجة البلد إلى نحو 90,000 مدرس ومعلم موزعين ما بين رياض الأطفال وصولا إلى المدارس الثانوية، ووفقا لوزارة التخطيط. طبعا تتحدث أيضا المصادر عن التعاقد أو التعامل مع المعلمين بقضية المحاضرين المجانيين من قبل وزارة التربية وحتى التعليم العالي، وأن هؤلاء كانت لهم الأولوية بالتعيينات بعدما عين المجلس الاتحادي مطلع العام حملت الشهادات العليا والأوائل على الكليات والجامعات، فضلا عن أن أعدادهم لم تسد النقص الكبير. في محافظة بابل خرجت تظاهرة لطلبة مدارس المحافظة أو بعض المدارس في المحافظة هذا اليوم للمطالبة بتوفير طواقم تدريسية لهم بعد شهر على بدء الدوام من دون أن يحصلوا على تعليم. لنشاهد. العلم قرر قراره، لازم ينزل القدارات. العلم قرر قراره، لازم ينزل القدارات. يلا كنا بصوت واحد تسقط احزاب الحقارات. يلا كنا بصوت واحد تسقط احزاب الحقارات.
تسقط أحزاب الخديعة وتسقط أحزاب السفارة تسقط أحزاب الخديعة وتسقط أحزاب الحقارة يلا كنا بصوت واحد يسقط أبناء السفارة العلم قرر قراره لابد ينزل القدارة العلم قرر قراره لابد ينزل القدارة ماذا نعني بالقدارة؟ القدارة هو الجهل القدارة هي الأحزاب القدارة هو غياب التخطيط القدارة هو قتل للنفوس سفك للدماء القدارة هي سرقة الأموال نستعرض سريعا مشاهدين الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع آمنة تقول تربية بابل الفاشلة ليس بجديد عليها سوء الإدارة لا تخطيط لا دراسة لاحتياجات المدرس همها الوحيد كيف تقتص من الملاك الجديد والحكم عليه بالنقل قرى وأرياف وأفرغت المدارس من ملاكاتها وتركت الطلبة بلا تعليم ومن جهة أخرى أبقت من لديه حزب وسند أمام داره أبو باسم يقول ليش ما يعينون مدرسين ومديرية تربية بابل من دون محافظات العراق يرفضون التعيين للمدرسين حمودي يقول ضحية الفاسدين هذول الطلبة حسبنا الله ونعم الوكيل وواثق يقول عجيب مدري لا يوجد في مديرية لا يوجد فيها كادر الله يساعد الطلاب شلون راح يلحقون وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء